السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن القبائل العربية في مصر من مطروح حتى سيناء، هؤلاء يمثلون كل القبائل العربية، جاءوا اليوم إليكم، نحن معكم ولن نغادر هذا المكان حتى تعود الشرعية. نحن معكم ولن نغادر حتى تعود الشرعية. فاليوم أهل شباب سيناء ومطروح والإسماعيلية والفيوم حضروا معكم اليوم ليشارككم هذا العمل الطيب، هذا الترابط. فنحن اليوم مع الأخ محمد أبو مسلم من قبيلة بني يتكلم معكم، ثم بعد القبائل. تفضل. الله يمسيكم بالخير. أحرار البدو، جمعية أحرار البدو تهنئ الشعب المصري بشهدائها. عايزين نتعلم من الفلسطينية حاجة واحدة، المرأة والبنت والعجوز كانت تشيع ولدها الشهيد بالزغاريت. أين المصريات يشيعن بالزغاريت شهدائكم؟ أين الزغاريت لشهدائنا؟ أين الزغاريت لشهدائنا؟ والله لن نعود إلا بحريتنا، والله لن نعود إلا بحريتنا. مصر إسلامية، قولوا للعسكر مصر إسلامية. ولا أحول هو بيشوف ناحية عن ناحية، مش شايفكو، شكلكم مش مصريين. أنا عاصرت اليهود، لما احتلونا كانوا بيرموا علينا منشورات زي اللي بيرميها السيسي الخاين، كأننا مش مصريين يا سيسي، كأننا مش مصريين يا سيسي. اضربنا بالنار، صدورنا عارية، وسنأخذ حريتنا بالصدور العارية، سنأخذ حريتنا بالصدور العارية. أولاً نبرأ إلى الله مما فعل أمس بالأتوبيس عمال مصنع الأسمنت. هذا ليس أسلوب البدو، ولم يكون ولن يكون من أسلوب البدو، ولن نرفع سلاحاً ضد جيشنا اليوم وغداً. هذا جيشنا. أما الخونة، أما العملاء، أما الانقلابيين فليس لهم مكان بيننا. واحدة للسيسي. يسلمنا رئيس الحرس الجمهوري، رئيس الحرس الجمهوري يسلم للشعب المصري، وتقام هنا محاكم ثورية على هذه المنصة لنأخذ حق الشهداء، لنأخذ حق الشهداء مما فعل بهم وما يفعل الآن في رمسيس وما فعل في ميدان النهضة والشمال. لا بد أن نسترد حريتنا من هؤلاء الظلمة الفاسقين. يا أحول يا سيسي يا أحول، أنت بتشوف بعين واحدة؟ أمال دول مين؟ واللي في رمسيس مين؟ واللي في الاتحادية مين؟ واللي في العريش مين؟ واسمع لي، البدو من رفح حتى النوبة، من رفح حتى النوبة أنكرتونا، همشتونا على مدار السنوات الماضية. عندي مفاجأة، والمفاجآت كثير، وأنا أنتظر الرصاصات من هؤلاء على أسطح العمارات التي أمامي. أنا دخلت هذا الميدان وتشاهدت على نفسي، أنا تشاهدت على وليست أول مرة. ماشي، هناك مؤامرة تحاك ضد البدو، ضد أحرار البدو في الإسماعيلية والشمال والجنوب والسويس والشرقية.
يتفقون من وراء الكواليس مع أناس يختصون بهم، وللأسف ذاقوا منهم الأمرين، منهم من اعتقل، ومنهم من لفقت له القضايا، ومنهم من ينتظر. ولن نبدل تبديلا نحن على ما ذقنا من الشرطة، من جهاز الشرطة. أقول لهم عودوا عما جئتم إليه يا أحرار البدو، يا أحرار شمال سيناء، يا أحرار جنوب سيناء، يا أحرار السويس، يا أحرار الإسماعيلية، يا أحرار الشرقية. لا تسمعوا لهؤلاء، إنهم بذرة فاسدة، وهم يسمعونني الآن، إنهم بذرة فاسدة في المجتمع يحاك بهم ضد أحرار البدو لكي يثنوهم عما هم فيه. ولن نعود، لن نعود عن رئيسنا مرسي. قولوا للسيسي، قولوا للسيسي رئيسنا مرسي، قولوا قولوا للسيسي رئيسنا مرسي، قولوا للسيسي رئيسنا مرسي. ولا أيها الشعب المصري الأصيل، أيها الشعب المصري الأصيل، لقد فعل السيسي في الشيخ زويد والعريش ورفع ما لا يفعله اليهود أثناء الاحتلال. السيسي الآن حاصر أهل سيناء، لا بنزين ولا سولر ولا ماء ولا أكل. البنزين هنا لم كثير، ومع ذلك حرم أهل سيناء من السولر والبنزين. ومع ذلك نقول له يا سيسي، نقول له يا سيسي سوف نعيش على الأسودين، الماء والتمر، ولن نبيع ضمائرنا، لن نبيع ضمائرنا يا سيسي. طياراتك ودباباتك، مع ذلك نحن مع مرسي، مع الشرعية، الآن مع الأخ إبراهيم السويركي الشاعر من سيناء. اسمعوا لهذه القصيدة من الأخ إبراهيم. السلام عليكم. والله أقسمت يا حرفي إن لم تتحرك في مثل هذا اليوم لا أنطق بك البتة. رددوا معي أيها الجموع الطيبين الطاهرين الشرفاء: يا رب، يا رب، بدد ظلام الليل وبدل الحال، وعجل بزوغ الفجر، وعجل بزوغ الفجر وشقشق نهاره. اسودت ليال الظلم وليلها طال، واجدب وجه الارض وامحل بذاره. وتردى واقع العالم لما حالنا مال، وعم الفساد الوقت في البر وبحاره. وتاهت نفوس الناس بين وثاق وحبال، وعند بعض الناس ابليس ينفذ قراره، ينسج خيوط الظلم بدون عقد وافتال، يرسل عليهم جنوده ويكثر انصاره. واصبح واقع الناس مر في دلال، تمرد تنشر الفتنه والسيسي اجج بناره. وفينا ينحر الحق بدون يمين وشمال، ولغير الله كثير قلوب محتاره. وتوغى الباطن الباطل وانجب عيال، منهم يعبد الطاغوت ومنهم يعبد حجاره، ومنهم ينحر الفطره بسيف الشؤم والفال، ومنهم يقصد بوجه ضريح البين سياره. وفيها عقول مريضه دون الجهل تختال، ترفع رايه العسكر ومنه تاخذ افكاره. مرت أله هواها ومرت أله المال، ومره تتبع الظن فالواقع منها إشارة. نحن أمة تعمل بصورة صاد والأنفال، علي من أنت يا ربي بحال العبد وأسراره.
نوجه صوبك وجوهن عنده الواقع البطال، تسابق خطوة خطوة عساها لك فرارة، ونطرق بابك الواسع اللي ما دونه اقفال، نطلب جنة المأوى فيها الحور إبكارة، نمشي خلفنا الدنيا قطعنا دروب واميال، ننشد واقعا أفضل قيمة الدين وسوارة، ونعانق حلمنا المفقود أجيال تتبع أجيال، عسانا نعيد أمجاد والثورة أول بشارة. من سيناء، من سيناء أهدي لكم أبيات تشبه التوت، تورق ضلوع كل من قراها، حرفة ورق وغصانها بيوت وخيالها يتوف في برود التراها، أبيات انتهى مس بينها ادرك الصوت أظنها تنادي على بيوت وراها. وهذه القصيدة كتبتها في الطريق إلى الشهداء الصامدين الذين لاقوا الله عز وجل، أقول فيها دم الشهداء ما يجيش هباء، يلا دم الشهداء، دم الشهداء. والله يا حرفي، والله يا حرفي، إن لم تعني في مصيبتي وفي مصيبة وطني لن ألتفظ بك ثانية. كتبت في قصيدتي، كتبت القصيدة اللي عالي مقالة، وكيف ما يعلى القصيد ويرفع الهام، ودمه شهيد وحبره دم الشهيد اللي تخضب بجاله، مقام بيتي مثل الشهيد بعلى مقام. يا ناس هذا الشهيد ما توخر بنفسه وماله، يبذل غالي الروح لجل عز الإسلام، شهيد الفجر ساعة غدر قال وامثاله قامت تزين لها الحور مكسورة بالخيام، شهيد الفجر ساعة غدر قامت تزين لها الحور وسط الخيام، شلت يمين اللي صوب رصاص النذالة على صدور الناس، والناس بين سجود وقيام، ما فرقوا بين شاب وشيخ ورجال وعياله، حتى العذارة أعدموهن جنود النظام، تلقوا أوامر الغدر من راعي العمالة اللي باع الوطن والشعب بعدة أرقام في البنوك، اللي باع الشعب والوطن بعدة أرقام. يا رب يا رب تجعله ما يعرف يمينه من شماله، ويعيش باقي حياته محاصر بالأوهام، يحسب انه يقدر يبيد بسيء افعاله، أمة لها تاريخ على رؤوس الأنام، حنا سقينا الأرض حرية وعدالة، شوف الشجر واقف ينبت واقف مثل الأيام، حنا سقينا الدهر كاس الرجالة، ما يعرف الدهر غير رجالنا من بين الأقوام، حنا رقينا المجد ومحد الرقالة، وركزنا راية الإيمان يوم ان تسقط أعلام، وهذا شرع ربنا وهذا شرع مولانا، من ارضى حكم ابداله، كفرنا بدولة الظلم اللي ما فيها نظام، كفرنا بدولة الظلم اللي ما فيها نظام. وتحيته إليكم، تحيتي إليكم من قبائل سيناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي ماشي. مع القبائل العربية من الفيوم، الأخ الحرباوي جاء لكم اليوم ليقف معكم ويقول قصيدتكم، تفضلوا. السلام عليكم. نشكر أخوتنا عرب سينا، مرحبا. ترد معايا ماشي ماشي، آخر لفظ. شرع الله اللي يحكمنا وإحنا ما نرضوش بديله، شرع الله اللي يحكمنا واحنا ما نرضوش بديله، لا نسمح لك يا علماني تفرض اي شروط علينا، وتريد دستور فرنسي هاللي بالنار مكوينا، احسن دستور الرباني هاللي قال عليه نبينا، واللي ما يرضى بحكامه فاسد فيه جميع الشينا، واللي ما يرضى بحكامه فاسد فيه جميع الشينا، واللي زعلان معارضنا يرحل ويسيب اراضينا، اسلاميه اسلاميه ما عاد ترجع علمانيه،
هيها للناس المهجورة يدعو باسم الوطنية، هيها للناس المهجورة يدعو باسم الوطنية. خاينين وكرهين الثورة اللي أكترهم بلطاقية، يلا يا مرسي حبسهم حسني ومعيه حرامية، يلا يا مرسي حبسهم السيسي ومعيه حرامية. واحنا يا ناس تبهدلنا في الخارج واحنا مصرية، منهوبة ثروات بلادي واحنا مساكين ضحية، نجانا ربك بعجوبة والثورة كانت سلمية. ربي يرحم شهدانا التونسية والليبية، ربي يرحم شهدانا اليمنية والسورية. طالب من مولاي العالي تصبح ثورة في السعودية، في الإمارات وفي السعودية. طالب من مولاي العالي تصبح ثورة في السعودية، في الإمارات وفي السعودية. يا فلسطين انتي في عيوني واحنا منسينا القضية، يا فلسطين انتي في عيوني واحنا منسينا القضية. شكرا شكرا شكرا.